السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنبدا في الشابتر الثاني من الفيكتورز، وهو بيتكلم عن الفيكتور فانكشن. فنبدا كده. اول حاجه احنا عايزين نعرف ايه هي الفيكتور فانكشن. احنا الاول عايزين نعرف اللي هي السكيلر فانكشن اللي احنا طول عمرنا بنشتغل بيها، اللي هي العادي اف اكس واي وزد مثلا، او اف اكس واي اف اكس، تبقى متغيرات كده ما بينهم علامه بلس او ماينس او اوبريتور معينه. فهي دي بيبقى شكل السكيلر فانكشن اللي احنا متعودين عليها. لكن الفيكتور فانكشن بتبقى فيه متجهات، زي مثلا اللي عندنا هنا، مثلا فانكشن اسمها كيو، في هنا اكس سكوير في اتجاه الاي، واكس في اي تو ذا باور واي في اتجاه الجي، وزد سكوير في اكس واي في اتجاه الكي. ندخل بعد كده على مصطلح مهم، وهو ده اللي احنا هنمشي بيه بقية الفيديو اصلا، هو النابلة اوبريتور. النابلة اوبريتور دوت بيدخل على سكيلر فانكشن وبيدخل على فيكتور فانكشن، وطبعا بيختلف لما يدخل على سكيلر فانكشن بيدخل بشكل مختلف، ولما بيدخل على فيكتور فانكشن ليه طريقتين ممكن تتأخر عليها. وعامة المعنى بتاع النابلة اوبريتور هو الديفرنشيشن بالنسبة للمتغيرات، سوري بارشال ديريفاتيف بالنسبة للمتغيرات اللي جوه، سواء اكس او واي او زد. فاحنا بنجيب الديريفاتيف بالنسبة للثلاث متغيرات، ده معنى النابلة اوبريتور. فبيقول لك هنا في المثال عندنا دالة اف فيها اكس واي وزد، فاحنا عشان نجيب دخلنا عليها النابلة اوبريتور، فبيجيب لنا بارشال اف بارشال اكس، وده بنحطه في اتجاه الاي. بعد كده بنجيب بارشال اف بارشال واي، ده بيتحط في اتجاه الجي. وبعد كده بنجيب بارشال اف بارشال زد، وده بيتحط في اتجاه الكي. طيب لما بيخش على سكيلر فانكشن احنا بنسميه جراد او جراديانت، تمام؟ عشان هي هتختلف، في اسماء تختلف لما تيجي تخش على الفيكتور فانكشن، هتبقى الاسماء مختلفه. فلازم انت تركز لما تخش على سكيلر فانكشن بتسمى جريد، والفانكشن اللي دخلت عليها بتسمى ايه؟ بوتنشال فانكشن، تمام؟ عشان احنا عندنا سؤال. طيب لو انت حابب تجيب البوتنشال فانكشن دي هتعمل ايه؟ تعمل انتجرال، تعمل تكامل. انت عملت ديفرنشيشن هنا عشان ترجع للعمليه ديت، فلازم تعمل ايه؟ عشان ترجع للعمليه ديت لازم تعمل تكامل عشان تجيب البوتنشال فانكشن تاني. طيب هو احنا عندنا هنا معلومه سريعه، بيقول لك ان الجراد للفانكشن اف بيبقى لفانكشن اف او اي فانكشن بيبقى بيربنتيكولار، يعني عمودي على السطح، تمام؟ بيبقى على سطح الفانكشن اف، ماشي؟ وده بيتسمى النورمال، تمام؟ طيب ده كنا احنا بنجيبه اصلا في فيديو التانجنت بلاين والنورمال لاين، عشان هنا انا كاتب لك ان انت ترجع تاني لفيديو التانجنت بلاين والنورمال لاين، هو نفس الكلام دوت كنا بناخده هناك وحلينا عليه مسائل، والمسائل دي موجوده هنا تاني، فانت ترجع للفيديو وموجود فيه نفس المسائل. طيب تعالى بقى نجرب ندخل النابلة اوبريتور كده على الفانكشن دي في المثال. فبيقول لي هنا عندنا مثال بيقول لك اكس ده اللي اسمها فاي، ففيها اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير كل تو ذا باور ثالث نص. فنيجي ندخل كده، فهنعمل اول حاجه تفاضل بالنسبه للاكس سكوير، فهنقول له سالب النص في اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير في اطرح النص 1 3 على 2، كل ده مضروب في 2 اكس لان احنا مشتق بالنسبه لاكس، وكل دوت هيبقى في اتجاه الاي. بعد كده هنقول زائد تاني نيجاتيف نص في اكس سكوير زائد واي سكوير زائد زد سكوير كل تو ذا باور سالب 3 على 2، عشان يكون واضح دي سالب 3 على 2 ومضروبه في 2 واي، كل دوت له اتجاه الجي. وبعد كده عندنا على طول بقى نيجاتيف هاف في اكس سكوير زائد واي سكوير زائد زد سكوير سالب 3 عند 2، كل دوت في اتجاه في 2 زد، كله في اتجاه الكي. انت كده اللي انت جبته هو النابلة فاي في الشكل العام بتاعها. ممكن احيانا يبقى مديك نقطة تعوض بيها عشان توصل لفيكتور معين وتبتدي تستخدمه في متطلبات اخرى. في المثال التاني هنا بيقول لك عندنا فيكتور فار هو بيتكون من زد ماينس اي تو ذا باور نيجاتيف اكس ساين واي زائد كل ده في اتجاه الاي زائد واحد ناقص اي تو ذا باور نيجاتيف اكس في كوزاين واي كل ده في اتجاه الجي، واكس زائد 8 زد كل ده في اتجاه الكي. فبيقول لك هنا فايند ذا بوتنشال فانكشن او يعني كورسبوندنج سكيلر فانكشن، هو جايب لك الفيكتور فانكشن وبيقول لك هات لي السكيلر فانكشن المناظره ليها، تمام؟ بيقول لك اوفل فاي دي فاي اوفل فيكتور فاي. فاحنا هنا هنبدا نعمل انتجرال، فهنقول له ان الفاي بقى ذات نفسها بتساوي انتجريشن ل
الزد ناقص اي تو ذا باور اكس نيجاتيف اكس سوري ساين الواي، كل دوت هيبقى دي اكس. احنا عشان نجيب الجزء دوت عملنا اشتراك بالنسبه للاكس، هنعمله انتجريشن بالنسبه للاكس، هنقول زائد انتجريشن ل 1 اي تو ذا باور نيجاتيف اكس كوساين الواي، كل دوت بالنسبه للواي هنقول له زائد انتجريشن ل اكس بلس 8 زد، كل دوت بالنسبه للزد. تمام، ونبدا بقى نجيب التكاملات بتاعتنا. الفاي هتساوي هنكامل بالنسبه للاكس، فهنا هيبقى دوت كونستنت هيبقى اكس زد هنا زائد، هنا نشتق بالنسبه للاكس السالب ده هينزل، فهتبقى زائد اي اكس ساين واي زائد، نشتق هنا بالنسبه للواي فهتبقى ديت واي ناقص ديت كلها هتبقى اي تساوي نيجاتيف اكس زي ما هي، و الساين ديت هتتحول لساين واي، هنقول زائد هنكمل بالنسبة للزد راح تبقى زد اكس زائد، هنا هتبقى 4 زد سكوير، زودنا الأس وقسمنا الأس جديد فتمانية على الاتنين فيها الأربعة، وإحنا كده نبقى جبنا البوتنشال فانكشن. نخش على اللي بعده، وهنا بقى بدأ يدخلنا المصطلح تاني وهو ال direction derivative of q أو للدالة in the direction of the vector v. يعني هنا هو عايز يجيب المركبة للمتجه للفانكشن ديت في اتجاه فيكتور تاني. طيب كلمة المركبة دي ما تفكركش بحاجة، تفكرني بيه قانون الكومبوننت. الكومبوننت مثلا لو قلنا لـ a في اتجاه الـ b ده هيساوي a دوت الـ b على الماجنيتيود بتاع الـ b، مظبوط كده؟ طيب احنا ممكن ناخد الجزء ده صح، لما يبقى المتجه على الماجنيتيود بتاعه هيبقى هيساوي ايه؟ ممكن يساوي الـ a دوت الـ اليونت فيكتور، ده كده هيديني اليونت فيكتور. تمام، طب ما هو ده كده قانون الايه دايركشن ديريفتيف بالنسبه للكيو. طيب هيتكتب ازاي؟ هنقول النبله كيو او فاي دوت الفيكتور في هنجيب له اليونت فيكتور هنعمله دوت، هو دوت قانون الايه دايركشن ديريفتيف. تمام، اتمنى يكون القانون واضح. بعد كده عندنا الماكسيمم اند مينيمم دايركشن ديريفتيف، هنا هو عايز يعرف اقصى قيمه للدايركشن ديريفاتيف للفانكشن هتبقى كام. طيب احنا لو عايزين نعرف الماكسيمم دايركشن ديريفاتيف، ماكسيمم دايركشن ديريفاتيف يبقى احنا عايزين نجيب مركبه متجه في اتجاه متجه تاني بحيث تكون اكبر ما يمكن، اكبر ما يمكن يعني يبقى مثلا المتجه كده الماكسيمم ماشي، وهنجيب المركبه في متجه في نفس اتجاهه. ليه في نفس اتجاهه؟ عشان يبقى هما الاثنين في نفس الاتجاه، فتبقى المركبة تبقى أكثر أكبر ما يمكن. لما يبقوا هما الاثنين في نفس الاتجاه تبقى المركبة هي أقصى قيمة، ولما يبقوا الفيكتورز الاثنين عكس الاتجاه تبقى المركبة أقل ما يمكن. تمام، طيب دي ليها إثبات وهديك القانون بتاعها في الآخر. طيب الماكسيمم دايركشن ديريفاتيف هو عبارة عن زي ما احنا قلنا فوق، فلما يبقى في نفس الاتجاه احنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين يونت فيكتور في نفس اتجاه الفيكتور بتاعنا الاصلي. طب هو اليونت فيكتور في نفس اتجاهه هيبقى اليونت فيكتور اصلا بتاع الفيكتور. يعني احنا مثلا لو قلنا النبله فاي احنا عايزين نجيب الماكسيمم دايركشن بتاعها، يبقى احنا هنجيب ايه؟ هنضربها دوت في اليونت فيكتور بتاع ايه؟ النبله فاي اليونت فيكتور، فده هيدينا اكبر قيمه للمركبه دي. طب لو انا عايز اجيب العكس، عايز اجيب اقل قيمه، هتضرب النبله فاي في ايه؟ دوت نيجاتيف اليونت فيكتور. تمام، طيب احنا عايزين نشوف كده دوت هنثبته ازاي. احنا كنا بنجيب قانون الدوت قانونه كان ايه؟ كان مثلا هنقول زي ما قلنا مثلا احنا هنسمي دوت في عشان ما نتلخبطش. تمام، فهتبقى دوت بدل اليونت فيكتور هيبقى اسمه في، فاحنا هنقول كده نابلا فاي دوت الفي ده هيساوي ايه؟ كان يعني في فك كده قانون، ده هيساوي ماجنيتيود بتاع نابلا فاي في ماجنيتيود الفي. هنا اليونت فيكتور ما تنسوش ده مش تضربوها في المتجه، ده المتجه في اليونت فيكتور، المتجه اللي انت عايزين تجيبه في اتجاهه اهو قانون فوق. ف والماجنيتيود بتاع اليونت فيكتور انت هتسيبه في اتجاهه وفي كوساين ثيتا. تمام، طيب ده يونت فيكتور الماجنيتيود بتاعه
واحد ماشي كوزين ثيتا. احنا بقى اللي هيغير بقى اللي هيفرق معانا هي الثيتا. طيب احنا عندنا كوزين ثيتا هو ما بيطلعش بره الكونتين دول من نيجاتيف واحد لحد واحد، هو بيفضل يسريت كده حوالين السالب واحد واحد، يفضل يطلع كل 90 درجة بيوصل للصفر ويرجع تاني يوصل سالب واحد ويطلع بقى 90 درجة وهكذا. طيب احنا عشان يبقى اقصى قيمة يبقى كام؟ يبقى لازم هنا تكون الزاوية ما بينهم صفر، مفيش زاوية ما بينهم الاتنين في نفس الاتجاه، فكوزين الصفر هيديك واحد برضه. تمام دوت هيبقى قانون الماكسيموم. الماكسيموم بتاعه ايه؟ بيقول لك هات الماكسيموم هتجيب ماجنتيود النابلة فاي وهو دوت هيبقى ايه؟ هيبقى الماكسيموم بس. طيب المينيمم، المينيمم بقى انت عايز الكوزاين ديت واحد لما تبقى ايه؟ ثيتا بتساوي صفر دوت في الماكسيموم. طب انت عايز المينيمم، المينيمم لما تبقى الثيتا تساوي 180 ده عكس اتجاه ده خالص، فهيبقى ايه؟ هيبقى دوت المينيمم هيبقى دوت بكام؟ لما تبقى ثيتا بتساوي 180 يبقى كوزين ثيتا هتساوي ايه؟ سالب واحد. من الاخر يعني يبقى سالب ماجنتيود هيساوي ايه؟ المينيمم. بس دول القانون اللي انت هتشتغل عليهم. عايز انت بقى تجيب النبلة فاي ترجع تجيب الماجنتيود بتاعها تاني فاهم، مثلا لو عايز تجيب الماكسيمم فهتضربه دوت برودكت الاول في الاول والتاني في التاني والتالت في التالت وتمشي الخطوات ديت كده ماشي ماشي. ولو عايز تجيب المينيمم هتضرب الاول اليونت فيكتور في سالب وبعد كده تضربهم دوت برودكت ماشي. عايز تمشي بالقانون دوت كده اسهل، وانا شايف ان كده اسهل يعني، ده اللي انا هشتغل بيه ان شاء الله ماشي. بص بقى السؤال اللي عندنا بيقول لك فايند ذا دايركشن ديريفيتيف، واختصاره دي عشان لو جت في الامتحان، فور ذا الفانكشن ديت بيقول لك 4 اكس زد كيوب ناقص 3 اكس سكوير واي سكوير زد. بيقول لك عند النقطه 1 1 1 ان ذا دايركشن اوف زد اكسس. ايه الدايركشن زد اكسس؟ اللي هو ده 0 و0 و1، هو ده الدايركشن بتاع الزد اكسس. طيب يبقى هو عايز دايركشن ديريفيتيف للداله ديت في اتجاه الايه؟ الزد اكسس. قانونه ايه؟ هنجيب النبله فاي نضربه دوت في اليونت فيكتور بتاع الايه؟ المتجه اللي احنا عايزين نجيب في اتجاهه تمام. ده من قانون الكومبوننت يعني، احنا ما خدناش حاجه جديده على طول. طيب فاحنا هنا هنجيب الاول النبله فاي. النبله فاي هتيجي ازاي؟ هناخد نبله فاي هتساوي نبتدي نشتق بالنسبه للاكس، فهنشتق بالنسبه للاكس هتساوي هنا هتبقى 4 زد كيوب ناقص 6 اكس واي سكوير زد. ده كل دوت هيبقى في اتجاه الار. بعد كده هنقول هيبقى هنا اشتق بالنسبة للواي ده صفر، هنضرب هنا هتبقى سالب 6 اكس سكوير واي زد. كل ده هيبقى في اتجاه الجي اوكي، ممكن نحط زائد. وبعد كده هنقول زائد اشتق بالنسبة لزد، فهنا هتبقى 14 اكس 6 سكوير ناقص 3 اكس سكوير واي سكوير. كده احنا جبنا الايه؟ النبله فاي. طيب هو بيقول لك عند النقطه 1 1 1 فهنعوض بالنقطه ديت، هنعوض هنا تبقى 4 ناقص 6 هتطلع نبله فاي عند 1 1 1 هتساوي هنا هتطلع سالب 2 وهنا هتطلع سالب 6 تطلع سالب 6 وهنا هتطلع 12 ناقص 3 هتطلع 9 اوكي. كده احنا طلعنا النبله فاي، فاضل ان احنا نضربها في اليونت فيكتور. طيب هو اليونت فيكتور هنا هيفرق معانا في حاجه؟ لا، احنا لو جبنا اليونت فيكتور هو بالظبط هيطلع نفس الشكل دوت، فدوت يعتبر هو اليونت فيكتور بتاع زد اكسس برضه ماشي. فهنا هنضرب على طول في ايه كده؟ نبدا فاي دوت زد هات هيساوي سالب 2 سالب 6 9 دوت 0 0 1، ده كله هيساوي صفر هيروح ده، وهنا هنضرب هيروح اتفضل ال 9 تمام. نخش بعد كده على السؤال اللي بعده، بيقول لك هات الماكسيمم والمينيمم دايركشن ديريفيتيف اوف الداله اللي هي بتقول لنا الاكس سكوير زائد الواي سكوير ناقص الواحد زائد الواي زائد السته زد. طيب احنا كده محتاجين ماكسيمم والمينيمم دايركشن ديريفيتيف عندنا داله، فهنجيب النبله فاي للداله النبله اف في شويه، فديت هتساوي مشتق هناخد تحت اللين هتبقى مشتق بالنسبه للاكس مشتق بالنسبه للاكس، فهتبقى اكس سكوير زائد واي سكوير ناقص الواحد في مشتق اللي هو اللي جوه اللين، فبالنسبه لي دول ثوابت فهو هيبقى الاثنين اكس دوت في اتجاه الار زائد مشتق بالنسبه للواي. فهنبص هنا كده هتطلع كالاتي، تاني هتطلع حط ده تاني تحت اكس سكوير زائد واي سكوير ناقص الواحد، وبعد كده مشتق المقام دوت، فبالنسبه لي دول ثوابت فهيبقى الاثنين واي، وهنا خلي بالك في واي زائد الواي فهنا هتبقى زائد الواحد.
بعد كده ده هيبقى في اتجاه الجي. بعد كده هنجيب الاشتقاق بالنسبة للزد، راح تبقى زائد الاشتقاق بالنسبة للزد دي هتبقى 6 بس، مفيش أي حاجة تاني، ده في اتجاه الكي. احنا كده جبنا المبلغ فاي، عايزين نجيبها بقى عند النقطة 1 و1 و0، فهنعوض هنقول مبلغ فاي عند 1 و1 و0 هتساوي، تيجي نعوض فهنعوض هنا 1 و1 دي هتطلع ب 2، أول حد هيطلع 2، تاني حد هيطلع ب، لو عوضنا هنا 1 و1 1 1 هيروحوا هنا، دي هتطلع في 1 هنا هتطلع 3، ودي هتطلع 6 زي ما هي مفيهاش تعويضات. احنا كده جبنا الفيكتور بتاع المبلغ فاي عند النقطة اللي هو مديهالنا، فاحنا عايزين نجيب الماكسيمم والمينيمم، فاحنا هنجيب الماجنتيود ليه ممكن نسمي دوت بقى فيه عشان ما نتلخبطش في الماجنتيود بتاع الفي، دوت هيساوي ماكسيمم هيساوي جذر 4 زائد 9 زائد 36، دول يا جماعة هيطلعوا 49، يبقى هتبقى 7 ماشي. و المينيموم بقى هيساوي -7 على طول، بس كده انت جبت الماكسيموم والمينيموم دايركشن ليفت. بعد كده بقى هنسيب بقى الفانكشن كده فانكشن، وهنخش على الفيكتور فانكشن، النابلة او الريتور ازاي بيدخلوا على الفيكتور فانكشن. طيب اول حاجه بيقول لك هنا لو عندك فيكتور فانكشن في هنا داله في اكس واي وزد في اتجاه الاي، في هنا داله اسمها في 2 في اتجاه فيها اكس واي زد في اتجاه جي، وداله في 3 في اتجاه كي، فبيقول لك لو انت هتدخل نابلة اوبريتور على الفيكتور في فهي بتسمى ديف الفي، تمام؟ ديف الفي يعني دخلت عليها بدوت برودكت، تمام؟ يبقى بيقول لك هات لي ديف الفي، انت هتدخل النابلة اوبريتور عليها بالايه؟ لو قال لك هات ديف الفي هتدخل النابلة اوبريتور عليها بالدوت برودكت، تمام؟ فانت هتعمل بقى تضرب دوت برودكت، هي بارشل، هي ديت النابلة اهي دي كده النابلة، ده اول حد في النبل، وده تاني حد في النبل، وده تالت ايه، تالت متجه في النبل، انت هتاخد دوت برودكت، يبقى هيبقى ده في اول واحد زائد ده في تاني واحد اللي هي الفي 2 زائد ده في تالت واحد، نفس الدوت برودكت بالظبط. واحنا بنديك قاعده بيقول لك ان نبله دوت الفي بيساوي صفر، يبقى الفي ده بيبقى اسمه سولينويدال او انكمبرسبل، تمام؟ عشان ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك اثبت ان دوت انكمبرسبل مثلا او سولينويدال، انت تبقى عارف ان انت هتثبتها ان انت هتدخل النبل اوبريتور طب الدوت او هتجيب الدف للفي فهيطلع بصفر، فيبقى انت كده اثبتها، تمام؟ وبيدخل النبله بتدخل على الفيكتور بشكل تاني، وهو بقى بشكل الكروس برودكت، تمام؟ وده بيبقى اسمه كيرل الفي، كيرل الفي، تمام؟ فهو نفس الكروس برودكت اللي احنا خدناه برضو، عشان كده انا بقول لك الشابتر الاول ده هو كله الاساسيات، هو كله اساسيات الفيكتور، وهو مهم جدا يعني، ماشي؟ احنا طبعا ما قلناش حاجه جديده، احنا دوبك بس ايه عملنا ايه تغيير شويه في شكل الايه الشغل، يعني انتوا خدناش تشغيل النبل اوبريتور النهارده بس، ماشي؟ فهنا برضو نفس الكلام، ده يعتبر هنعتبره زي الفيكتور كده، هنحطه هنا بارشل اكس وبارشل واي وبارشل زد، هنحطه تحت اللي ايه الفانكشنز اللي فوق دي، نرص تحت كده ونبتدي بقى نحل المحدده دي، هي هتطلع لي ناتج الايه، ناتج الكيرل للايه للمتجه فيه. طبعا هنا برضو افكركم ان هنا هيطلع سكيلر، دايما دوت بروتوكول يطلع سكيلر، وده هيطلع فيكتور، تمام؟ هنا برضو في قاعده اللي هو نفس الكلام فوق، هنا بقى لما بيساوي صفر الكروس برودكت مع النبله بيبقى اسمه الراشونال، تمام؟ وهنا بيقول لك برضو قاعده ثانيه مهمه ان كيرل جراد، لو جبت جراد للفانكشن اف يعني اشتقتها مره بالنسبه للاكس وحطيتها دي في اتجاه الواي، اشتقتها مره بالنسبه واي وحطيتها دي في اتجاه الجي، اشتقتها مره بالنسبه لزد وحطيتها دي في اتجاه الكي، ده اسمه الجراد اللي انت جبته ده، وعملت له كيرل دايما هيساوي صفر، دايما هيساوي ايه؟ صفر، ماشي؟ بس نبدا بقى على طول في الحل، السؤالين اللي معانا بيقول لك شو ذات فيكتور ايه از سولينويدال فيكتور، تمام؟ فمديني هنا الفيكتور ايه اهو، اكس سكوير زائد واي سكوير في اتجاه الاي، واي ساين في ساين زد في اتجاه الجي، زائد سالب 2 اكس زد زائد كوساين زد في اتجاه الكي. طيب سهل، احنا هنعمل هنجيب الديف ليه؟ طالما قال لي سولينويدال يتبع الايه؟ تبع الديف، تبع الديف، فاحنا هنجيب الديف للايه؟ لو طلع بصفر يبقى هو فعلا ايه؟ سولينويدال. طيب ديف الايه هيساوي؟ هنشتق ديت بالنسبه للاكس فهتبقى 2 اكس ماشي؟ زائد يطلع سكيلر، ديف هتطلع سكيلر فهتشيل المتجهات دي خلاص، زائد هنشتق دي بالنسبة للواي، فبالنسبة لي ده ثابت، فهو هيديني هنا ساين الزد، تمام؟ بعد كده هنقول زائد، هنبص هنا كده هنلاقي سالب 2 اكس، واحنا هنا بنشتق بالنسبة للزد، فده اللي هيروح، هيتفضل ان انا سالب 2 اكس، وهنا بنشتق بالنسبة للزد، فدوت هيتحول لسالب ساين زد. نبص كده هنلاقي سالب ساين هتروح مع موجب ساين زد، سالب 2 اكس هتروح مع 2 اكس، يبقى ده هيساوي صفر، يبقى انت كده اثبتت له ان هي ايه؟
تمام. نخش على السؤال اللي بعده، يقول لك هنا فيكتور في اي اي اس اكس كلها مضروبه في كله، خلي بالكم مضروبه في سالب كوساين، دي كوساين دي اتش سوري زد اتجاه الجي زائد ساين زد في اتجاه كي. فبيقول لك هات لي كيرل الايه؟ كيرل الفيكتور اسمه في ده. جميل، مش مشكله. فاحنا عشان نسهل على نفسنا بس واحنا بنحل، فهنوزع الاي اس اكس ده جوه. فاحنا على طول بقى هنجيب الكيرل للفي، ده هيساوي هنفتح بقى محدده حلوه اي والجي والكي، ونحط هنا بارشال بارشال اكس، هنا بارشال واي، وهنا بارشال زد، ونحط بقى القيم بتاعتنا تحت. فاحنا ما عندناش حاجه في اتجاه الاي، فهنحط دي بصفر، ونحط دوت هتبقى سالب اي اس اكس في كوساين زد، وهنا هتبقى نكتبها تحت شويه بس عشان تبقى ايه واضحه، فهتبقى اي اس اكس في كوساين زد. تمام، معلش هي تحت شويه عشان المحدده طلعت صغيره شويه. ف نبتدي بقى نحل ديت المحدده، فهنقول هتساوي موجب تفتح قوس ديت موجب سالب موجب، وتقول في اتجاه الاي، يبقى احنا هنغطي له ده، نغطي العمود ده، العمود نغطي الصف ده، ونقول بارشل بارشل واي بالنسبه لدوت، فاحنا ما عندناش حاجه هنا واي، فده هيبقى صفر، ونقول ناقص بارشل ده بارشل للزد بالنسبه لدوت، فاحنا هنبص هنلاقي هنا عندنا زد، فهنقول هنا سالب وعندنا هنا سالب، فيتحول لموجب اي اس اكس، انزل زي ما هي اي اس اكس ثابت مشتق الزد، فهتبقى كوساين مشتقتها ساين زد. بعد كده نقول زائد مشتق، لا مش زائد، بس هنا في قاعدة اشتراط، فهي ممكن سوري قاعدة اشتراط هنا سالب، فهتبقى ديت سالب نفتح قوس اتجاه جي، نبص هنا فهنغطي العمود ده، راح نعمل هنا برشا اكس بالنسبة لدوت، فبرشا اكس بالنسبة لدوت هتفضل أظن زي أيوه زي ما هي شكل زد، ونشتق بالنسبة لزد هنا فدي هتبقى ناقص الزيرو، وبعد كده نقول زائد افتح قوس اتجاه الكي، ونبص هنا كده نغطي العمود دوت، فهتبقى بارشال اكس بالنسبة لدوت، فهتبقى هي زي ما هي سالب اي اس اكس في الكوساين زد، وبعد كده نشتق ده بالنسبة للصفر فتبقى ناقص الصفر بس. فاحنا بقى هنبتدي نشيل الاصفار دي ونظبط الشكل ده شوية، فهتبقى اي تو ذا باور اكس ساين زد ده في اتجاه الاي، نقول ناقص اي اس اكس ساين زد ده هيبقى في اتجاه جي، و نيجاتيف اي اس اكس ساين زد ده هيبقى في اتجاه الكي. وكده نبقى خلصنا فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله من الفيديو الجاي هنبدا في السيكونس والسيكونس.